اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني قام بتنصيب لجنة متعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية، وكأن الوزير يقول رمضان يبدأ من الآن. وصحيح يعني رمضان يعني تقريبا لم يعد هنالك فارق زمني كبير، وقضية تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك هي قضية تبدو في صدارة اهتمام الحكومة ككل ورئيس الجمهورية وليس فقط وزير التجارة. فهنالك شكاوى، هنالك تساؤلات للمواطنين، يعني تعرفون قضية البقوليات، قضية اللحوم، الأسعار، توفر هذه المواد. ولكن هذه اللجنة تحديدا حسب البيان الرسمي للوزارة تضم ممثلي وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة وتترأسها وزارة التجارة، وسوف تقوم هذه اللجنة التي يأتي تشكيلها في إطار جهود السلطات العليا لضمان استمرارية التموين بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، تهدف إلى تنسيق الجهود ومتابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعال وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب، وذلك عبر 58 ولاية. وقال البيان أن هذه اللجنة ستعمل على التحضير المبكر لشهر رمضان. المبكر هذه حطوا تحتها أسطر، يعني مبكر واش من مبكر، ما بقاش رمضان يعني على مقربة. وحسب البيان فاللجنة ستعمل من خلال جدول للتموين المرحلي للمواد واسعة الاستهلاك. تمويل مرحلي هذه نقطة أيضا مثيرة للانتباه في البيان، فنسأل فيها من وجهة نظر المستهلكين وكيف يعني حال الأسواق، وهل فعلا يمكن حل مشكلة تموين الأسواق باللجان الرسمية مثل ما جرت العادة عشية كل موسم أو شهر رمضان. معنا الدكتور مصطفى زبدي وهو رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده. أستاذ مصطفى زبدي مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير ومساء الخير لجميع المشاهدين. مرحبا بك. طيب يعني رمضان قريب جدا دكتور مصطفى، واللجنة هذه يعني لا تبدو سابقة، تعودنا من الجهات الرسمية أن تنصب لجانا وتتخذ قرارات تقول بأنها تدخل في سياق التحضير المبكر، ولكن هنالك أكثر من نقطة ملفتة للانتباه، مش عارف إلا تتفق معي أو لا، أن هذه اللجنة طبعا تضم عدة قطاعات، فهي سوف تقوم بضمان استمرارية التموين، يعني ليس هنالك مشكلة تموين، وتعمل على التموين المرحلي. يعني من وجهة نظرك طبعا أنت لست صاحب البيان، ولكن كجمعية للمستهلك ومتابع جيدا لحركية الأسواق، كيف تنظر إلى هذه النقاط بالتحديد؟ بالفعل هنالك نقطة مهمة لابد أن نشير إليها، أنه وفرة المنتوجات واستقرار أسعارها يتطلب تدخل عدة قطاعات، وهو ما نراه في مثل هكذا لجان. لأنه الآن لما نتحدث على المنتوجات الفلاحية، منتوجات فلاحية لأجل تنظيمها، وهنالك لابد أن تكون وزارة الفلاحة وحتى وزارة الفلاحة من خلال رخص الاستيراد، لأن هنالك بعض المنتوجات تحتاج إلى رخص من طرف وزارة الفلاحة، نذكر على سبيل المثال اللحوم بشتى أنواعها، نذكر فاكهة الموز مثلا، وهي رخص من وزارة الفلاحة. نفس الشيء بالنسبة للمنتوجات الغذائية الأخرى حسب الإنتاج، مثل ما شفنا في مرحلة من المراحل تكثيف يعني صناعة الزيت أو السكر أو غيرها من المنتوجات حسب ظرف أو حسب كل مرحلة يعيشها السوق، وبالتالي تتطلب تدخل الجهات المختصة كانت فلاحة أو كذلك صناعة من خلال يعني المعطيات التي تلم بها وزارة التجارة، وبالتالي أعتقد أنه هذا الثلاثي مهم جدا يعني في استقرار السوق ووفرة المنتوجات. ونحن على مقربة شهر الكريم، للأسف نحن نهضروا على السوق على مقربة شهر الكريم، ولكن هذا هو الواقع، أنه هنالك زيادة في الاستهلاك وهنالك منتوجات. أيوه